مانسي أختي، أنا ما عاد بدي أتزوج. شو قلتي؟ شو معناته هذا الحكي؟ لحظة، اسمعيني شوي حبيبتي. ما في شي رح يصير بالإجباري عنك، بس بصراحة أنا مستغربة من قرارك المفاجئ هذا. شو اللي صار لحتى غيرتي رأيك بيوم وليلة؟ أنت بتحبينا شاشان وموافقة تتزوجي منه، شو اللي غير لك عقلك؟ أختي، أنا خلص ما عاد بدي أتزوج. مانسي طلعي فيني، ليش هيك عم تساوي؟ برأيك هالشي طبيعي؟ ما حدا بيقدر يجبرك على شي انتي ما بدك اياه. بس اسمعيني، قلي لي شو صاير معك؟ مثل عادتنا كنا نحكي كل اسرارنا لبعض، ما هيك؟ يلا احكي، قولي شو صاير. رجاء لا تخبي علي شي مانسي، احكي. اختي لا، انا ما بستاهل اني اتزوج شاشان، ما عاد قادرة أصير مرته أبدا. مانسي قلي لي شو صاير معي؟ شو اللي عم تخبي عني؟ احكي يلا. اختي، في حدا مبارح سرق مني شغلة غالية. مانسي طلعي فيني، أنا رح كون جنبك، بس لا تخبي عني شي، احكي لي شو صار بالضبط يلا. اختي تهجم علي مبارح. احكي كل شي ولا تخبي عني، احكي كل شي ولا تخبي عني. شلونك؟ روناك اللي تهجم علي. روناك مانسي، بس روناك كيف تجرأ يعمل؟ مو معقول. بحفلة امبارح بعت لي رسالة على موبايلي وقال لي